في حسان الهلباوي خريج كلية إعلام، اشتغل في التلفزيون المصري مذيع إخباري، وفي سنة 2004 اشتغل معد لأكتر من برنامج فني. في 2010 بقى رئيس ماسبيرو، نفس السنة اللي اتقتلت فيها مريم. يعني الترقية دي كانت كادو على اللي عمله. الغريبة بقى انه اختفى بعد الثورة وطلع من سنتين بس وبقى صاحب اكبر مجموعة قنوات في الشرق الاوسط. نفس السياسة بتاعتهم، وطبعا هدف القنوات دي معروف. الدنيا كلها مقلوبة بسبب انتحار بسيوني ناصر. ريح وارتاح، لقى نفسه هيقع ويتفضح، قال لك اما اخلص بقى. انا بستعجب ازاي واحد زي بسيوني بسلطته وفلوسه ينتحر كده بكل ضعف. الطريقة اللي مات بيها دي اكيد ميت منتحر. او اللي قتله عايزنا نفكر في كده. زي مريم رياض بالظبط. انا بتهيألي بسيوني ده كبش فدا. ايوه بس مين ليه مصلحة ان هو يقتله؟ لما اوصل للراجل الكبير اللي قالت عليه مريم، ساعتها هقول لك مين اللي له مصلحة. طب وبعدين يا استاذ؟ الطريق اللي احنا كنا ماشيين فيه تسد بعد موت بسيوني، ايه اللي في ايدينا نعمله؟ هنستنى التقرير الطبيب الشرعي وهنشوف النيابة هتقول ايه.